السلام عليكم. عليكم السلام. تعالى جدع، انت رايح فين؟ انت مالك؟ مل على جنابك. ده ايه طبط اللسان دي؟ انت مين الاول؟ انا اللي مين؟ انا سي محمد السامي اللي مأجر نص المطارح اللي انت خاشش فيها دي. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولا انت يالا مستطل نفسك؟ يعني رايح نخش عند الست سكينه، عايزاني في مصلحه خصوصي ولا مؤاخذه؟ طب مش كنت تقول كده من الاول؟ كنت ازيكوا الزواج؟ خش يا اخويا، خش خش. بالاذن يا سي محمد. على ونتلايم على ابن الحرام اللي عمل فيا المغرز المدوحس ده. ده اني كنت نقطعوه حتت ونعوسه جدته دمعه ونرموه لكلاب السكك. طبعا. تعالى هنا، رايح فين؟ صباح الخير يا سكينه. صباح الخير يا عمي. ايه؟ في ايه؟ اصل رايي يا اخويا بتستحمى جوه، قلت نستناك احسن بعدين تخش عليها. بنقولك ايه؟ روح استناني عند خماره كرياكو واني هنحصلها. طب ما تتأخريش عليا. لا ده احنا هنيجي وراك دغري. نعرف منين؟ اهو كلهم كانوا بيقولوا كده. ده عربي اتنكد قوي لما عدت الفلوس. يتنيك اللي يسمعه كده يقول المستغرب. يا اختي ده لو قعد شهر ما دبحلوش حرمه يبقى كده هيبيض. انت لو تبطل تجيب السيره دي في الشارع هتسلك ومحدش هيعرف عننا حاجه، ولا عمرنا هنروحه في داهيه. اما نشوف حتتين السيره سي علي درخر هيقول لنا عليهم كام بلا هم. لقيتها يا سي محمد؟ محدش عارف لها مطر، حتى زبينا مستغربين انها ما فاتتش النهارده. لازم بقى الوليه تعبان. طب خد هات لنا جاز لحسن الوابور فاضي ومش هنعرفه نشتغله النهارده. هتادي الوليه دي كانت شايله علينا حمل. هات يا اختي، عايزه قد ايه؟ هات لنا مترين اهم ينفعونا اليومين دول بدل ما كل شويه نروح نشتري. خير يا سيد. يسعد صباحك يا سكين. الوليه ام فرحات ما فاتتش النهارده برضو؟ اختي بينها عيانه. لا الوليه دي اكيد جرارها حاجه، اي قلبي مش مطمن. يوه جرارها ايه يا اختي؟ اصلهم بيقولوا انها شايله فلوس كتير قوي في حزامها على بطنها. اكيد بقى واحده من حرام خدها وضحك عليها وقتلها عشان ياخد الفلوس. يا اختي كنا عرفنا دي بقى لها 4 ايام، حتى لو ده حصل كانت ريحتها فاح. ولا تفتكري هربت مع حد؟ وليا في السن دي هتهرب؟ وحتى لو كانت صغيره هتهرب ليه؟ دي لا ليها جوز ولا عيل، ابنها اللي كان حيلتها مات. راحت عن بالي دي. بس يا اختي الوليه دي غطست فين؟ صباح يا مال تجيبوا
امال انت جبت الفلوس دي منين؟ هو اكله بحلقة؟ ما تشرب وانت ساكت. ليه؟ مش من حق ناس قال ولا مش من حق ناس؟ الكلام ده يا حبيبي لما تبقى جوزي. اشرب اشرب في صحتك. في صحتك. هتموت يا ابن اللئيمة. عايز تعرف جبت الفلوس منين؟ بس يكون في علمك ان المرة دي هنقولولك، بس المرة الجاية لو سألتني هنزعله قوي، وانت بقى ما جربتش زعل. خلاص ودي اخر مرة هنسأله. كان عندي خلخالين وساعة فضة بتاعت عبد العال رهنتهم لغاية ما يرجع هو ويفك الرهنية. استريحت وهدي بالك؟ اصل يعني افتكرتك يعني ماشية في البطاط. فشل يا روح امك. قوم ولا فز. قوم فز. مش سكينة اللي تعمل كده، دي تجوع وتموت ولا انهاش تفرط في شرافها. حقك عليا يا حبيبتي، حقك عليا. ما تزعليش مني، اني صار مقديمة. صحيتك بقى انت لسه زعلانة مني؟ ما قلتلك حقك عليا. اني تظن فيها الظن ده يا حلوف؟ ده انت اللي قاعدة جوه قلبي ومربعة والكليشي ساتر، انا الحمار وانت البردعة. في صحتك بقى. جاتك نيلة في صحتك. اهل موتي وسمي الهبل اللي انت فيه ده. ايه اللي حصل لده كله؟ الولا اللي انت قانياه. سلامة؟ ماله؟ أي مش مستريحاله ولا مستريحة نمشيك معاه والفار بيلعب في عيبك. يا اختي بنحبه. حرم ولا حرم؟ ولا هي كحكة في ايدي اليتيم عاجبة؟ كحكه مين ويتيمه مين يا خامة يا عره النسوان؟ ده اللي مضيعه شقاكي وفلوسك عليه ومش راح يجيب لنا الا المصايب. وانت يا اختي شايلاه على دماغك كده ليه؟ ده حتى غلبان وفي حاله. ده سهتان وابن لئيمه. ده لو شم خبر ولا لو وقعتي بلسانك وانت بتسكري وياه يبقى السهم نفد. هيطلعوا الميتين اللي هنا واللي هنا ومحدش وقتها يقدر يقول ماليش دعوه. انت يا اختي بتخوفيني ليه كده على طول؟ ده نختك يا راي. أني مصرني بتنحش في بوستي كل ما بتجيبي السيرة دي. ما هو عشان انت اختي وبنحبك بنفطموكي. عبد العال لو راجع ولقى ده عندك يبقى زي الحال. عبد العال مش راجع. يا غولبك يا رايا، ده اللي في ضميرك انت. ايش ضمانك انه ما يطبش عليكي والواد ده بايت عندك؟ أنا عارفه بقى. لازم تعرفي يا قص النصايب. هيشبطوا في بعض وهيتعاركوا وهتبقى فرجة ناس، واللي ما يشتري يتفرج وهنتجرس. وهنا مش زي مينا البصل، هنا الكراكون هينط لنا كل شويه واحنا بنلصموا نفسينا.